أوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب مستمرين وياكم في سلسلة شروحات منهج مادة أساسيات الحاسوب وتطبيقاته المكتبية ضمن مقرر كلية التربية للعلوم الصرفة جامعة تكريت قسم علوم الحياة. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن ما يخص أجهزة الإخراج وكذلك أجهزة الإدخال. يعني تعرفون أنه مسألة أجهزة الإدخال وأجهزة الإخراج هي داخلة يعني في أغلب مكونات الحاسوب، إما تكون أجهزة إدخال أو تكون أجهزة إخراج، لكن تحدثنا عن مواصفات الشاشة، كذلك مواصفات أخرى يعني تخص الحاسوب ممكن أن يحتاجها المستخدم، وكذلك ممكن أن يحتاجها حتى التقني من أجل معرفة أساسيات الحاسوب. وصلنا للفصل الثالث اللي هو أمان الحاسوب وتراخيص البرامج. أمان الحاسوب وتراخيص البرامج، مثل ما تعرفون انه احنا لو نريد يعني نتعامل مع اي شركه اكيد انه احنا لازم ناخذ منهم لايسنس، يعني تراخيص يقول لك هذا اللايسنس هذه الفيتشرز مالته، وهذا اللايسنس هذا الفيتشرز مالته. يعني مثلا انه انا اريد اتعامل مع شو اسمه، يعني اسوي داتا سنتر لكن باستخدام الكلاود، بدل ما انه انا اسويها يعني كفيزيكال، انه اجيب اجهزه ديفايسز، اجيب سيرفرات، اجيب سويتشات، اجيب ستورج، واضح، واجيب فاير وول، بدل من مما اني ايش بدل هذه كلها الجهد وكذلك التكاليف، اني اتعامل مع شركه ممكن ان تمنح لي السيرفيسز اللي ممكن ان توفرها هذه الاجهزه، ولكن من خلال شنو؟ من خلال الكلاود، من خلال الانترنت، واضح؟ يعني هذه الاجهزه تكون متوفره عند مؤسسه اخرى وتعطيني جيت واي للتعامل مع هذه الاجهزه، جيت واي للتعامل مع السيرفر، جيت واي للتعامل مع الستورج، جيت واي للتعامل مع اي من السيرفيسز اللي ممكن انه انا احتاجها. هذه تسمى لايسنس، هذه تسمى شنو؟ لايسنس. كذلك انه التطبيق اللي انا جاي اتواصل من خلاله معكم، هذا التطبيق هو اني امتلك بيه لايسنس لايش؟ لمثلا انليمتد تايم من جهة الميتينج، انه يكون غير محدد، يعني مو اشبه بالتطبيق اللي قبله كان انه فقط محدد الواحد يعني ساعه واحده، او كذلك بقيه الابلكيشنز اللي ممكن ان توفرها الشركات الاخرى باعتبار هذه فري، واضح طلاب؟ هذه تسمى لايسنس، تسمى شنو؟ لايسنس. اما المقصود بالكمبيوتر سيفتي يعني امان الحاسوب، كيف انه احنا نقدر ان نوفر اجراءات او كريتيريا او كونسدريشنز، هذه الكونسدريشنز تعيني على ايش؟ على توفير امان، وتعيني على حمايه الحاسوب مالتي، حمايه الحاسوب من الكسر، حمايه الحاسوب من التعرض للسرقه، حمايه الحاسوب من التعرض للاختراق، هذه كلها داخله ضمن الكمبيوتر سيفتي اند سوفت وير لايسنس. مثل ما تعرفون هنا ضمن الشابتر 3 ضمن الفصل الثالث، هنا يشرح لي يتم استخدام الحاسوب في جميع المجالات. مثل ما تعرفون الحاسوب هسه داخل في كل شيء، يعني حتى السيارات الحديثة إذا تلاحظون أنه كذلك تحتوي على مايكرو بروسيسور، تحتوي على حاسوب، وكذلك تحتوي على سنسارز يعني مستشعرات. وصل عدد المستشعرات في السيارات الحديثة في هذا القرن وصل إلى ما يتجاوز الخمسين سنسارز، يعني ما يتجاوز الخمسين مستشعر. كذلك في جميع المجالات، التعامل مع البنوك مثلا، التسوق، الاتصال مع الآخرين عبر الرسائل الإلكترونية يعني الإيميل، أو برامج المحادثة. إذن الحاسوب دخل في كل شيء. كذلك من المهم، يعني من المهم بما أنه الحاسوب داخل في كل شيء، إذن من المهم المحافظة على الرسائل الخاصة وكذلك البيانات الشخصية ومحتويات الحاسوب، لأن هذه مهمة جدا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمستخدم، وكذلك بالنسبة للمتعامل مع هذه إيش؟ مع هذه الأجهزة. لذا هنا يقول يجب الاهتمام بإيش؟ بأمن وحماية الحاسوب، يعني إحنا نحتاج أن نهتم بهذه الأشياء. كذلك إن التطورات الحديثة في أنظمة الشبكات الحاسوب، تعرفون إنه الحاسوب
اكو انظمه نقدر نقول عليها شبكات الحاسوب. هذه الانظمه توفر لي اتصال لمجموعه من الحواسيب فيما بينها، مثل ما تلاحظون هسه احنا حاليا نجري كوميونيكيشن او فويس او فيديو كونفرنس او فويس كونفرنس ضمن ديفرنت لوكيشن، ضمن اماكن مختلفه. تلاحظون انه احنا نتبادل ايش؟ نتبادل النوتس، الملاحظات، وكذلك نتبادل المعرفه من خلال هذه الايش؟ من خلال هذه السيرفيسز اللي هي الخدمات، او نقدر نقول عليها الانترنت نيتورك، شبكه الانترنت. أصبحت عملية انتقال المعلومات عبر الشبكات المحلية والدولية وأجهزة الحاسوب من الأمور الروتينية في يومنا هذا. لذلك تلاحظون أنه إحنا يعني أصبح أمر الكوميونيكيشن باي ذا واتساب أو تيليجرام أو فيسبوك، أصبحت هذه الأمور يعني من الروتين اليومي، من الروتين إيش؟ اليومي اللي ممكن أنه إحنا نستخدمه بدون إيش؟ بدون أن نركز على التكنيك بوينتس اللي ممكن ان تندرج خلف هذا الكوميونيكيشن. اذا احدى علامات العصر المميزه التي لا يمكن الاستغناء عنها هي شنو؟ لتاثيرها الواضح في تسهيل متطلبات الحياه العصريه من خلال تقليل حجم الاعمال وكذلك تطوير اساليب خزن وتوفير المعلومات. اذا هذه السيرفيس، هذه الخدمه اللي هي خدمه الانترنت، تعتبر من ايش؟ من الوسائل اللي يعني قللت لي من الجهد وكذلك الكلفة، وكذلك يعني ساعدت على تيسير كثير من الأعمال ضمن هذا العصر، ضمن اللي هو متمثل بعصر يعني ثورة نقدر نسميه الثورة التقنية. انتشار أنظمة المعلومات المحوسبة أدى إلى أن تكون عرضة للاختراق، بما أنه أني يعني بدأت هذه الكمبيوترز أن تسوي كوميونيكيشن يعني between them، يعني تمت عمليات الكوميونيكيشن بتوين ذيم، تمت عمليه الاكسشينج للديتا بتوين ذيم، كذلك انه تمت عمليه الـ يعني الانستولز للديفرنت ابلكيشنز وشيرد لهذه الابلكيشنز بتوين يوزرز. هذه كلها ادت الى شنو؟ هذه كلها ادت الى ايش؟ الى تسليط الضوء من قبل بعض الاشخاص اللي هم أصحاب القبعات الحمر، احنا نسميهم يعني الهكرية، الأشخاص المخترقين، ذولا أنه أدوا إلى إيش؟ يعني تسليط الضوء مالتهم حول هذه الديفايزز أو إيش؟ حول هذه البيانات اللي ممكن أن يعني يتم اعتراضها أثناء عمليات التبادل أو أثناء عملية التبادل بين الأجهزة. إذن هذا الكم الهائل من الترافيك ومن الديتا ادى الى ظهور ما يسمى بايش؟ ما يسمى بايش؟ بالهكرز، بالهكريه، الاشخاص اللي يبحثون عن ايش؟ الوصول الى هذه المعلومات او الديفايزز، او ممكن ان يكونون هؤلاء الاشخاص يعني يتسببون باضرار ماديه او اضرار تخص البيانات ضمن هذه المؤسسات. لذلك اصبحت هذه التقنيه سلاحا ذو حدين. تحرص المنظمات على ايش؟ على اقتنائه وتوفير سبل الحمايه له. لذلك انه احنا عندنا الانترنت كاركتكتشر، يعني حتى يتم بناء الانترنت لازم تتوفر باربعه عناصر اساسيه، حتى احنا نقدر نقول هذا الانترنت هو انترنت محمي صالح للاستخدام من قبل المؤسسه او لا. لازم ان يكون الفولت تولرنس بي، يعني لازم انه لو حدث قطع او توقف بجهاز من هذه الاجهزه او قطع احد المين كيبل اللي ممكن ان يعني توفر لي الخدمه للمؤسسه، اكو عندي شنو فولت ترانس، اكو عندي تصحيح او مسار بديل ممكن ان يعمل اثناء توقف هذا المسار. الامر الثاني السكيلابيلتي، لازم تكون عندي سكيلابيلتي، يعني اني لما اجي انشئ هذا المختبر اخلي له سكيلابيلتي. كيف يعني؟ انا اخلي بيه 50 حاسوب لكن السيرفيسز مال الانترنت، السيرفيس مال الانترنت اخليها تدعم 70 حاسوب رغم انه انا عندي 50 حاسوب. اخلي يعني ازيد من حجم او من الانترنت او سرعه الانترنت
حتى في سبيل شنو؟ حتى في سبيل أسمح للتطور مستقبلا، ممكن لهذا المختبر أن يزيد عدد الحواسيب المستخدمين يصلون إلى 60 أو 65، فكل ما زاد هذول المستخدمين هم يكونون ضمن الرينج، ضمن السكيلابيليتي. واضح؟ كذلك السكيورتي، وكذلك قلنا هذه هي تعتبر شنو؟ السكيورتي والكواليتي اوف سيرفيس. اذا السكيورتي هي عنصر اساسي من عناصر الاركتكتشر اوف انترنت، من عناصر معماريه الشبكات. لذلك الهدف من امن الحاسوب هو شنو؟ يتضمن حمايه المعلومات والممتلكات من الاختراقات والسرقه والفساد. اذا الهدف من امن الحاسوب هو شنو؟ حمايه المعلومات بالدرجه الاولى، والممتلكات من الاختراقات والسرقة والفساد، ممكن أن يتسبب لها شنو؟ بدمج، ممكن أن يسبب بإتلاف هذه المعدات، ممكن أن تكون هذه المعدات يعني مكلفة بالنسبة لإيش؟ مكلفة بالنسبة للمؤسسة. واضح؟ إذا هذا الأمر مهم جدا بالنسبة لإيش؟ بالنسبة للمؤسسات، ولا بد أن يعني لابد أن يؤخذ بعين الاعتبار. أو الكوارث الطبيعية، أوكي، وفي نفس الوقت يسمح للمعلومات والممتلكات أن تبقى منتجة في متناول مستخدميها. يعني إحنا تعرفون أمن المعلومات أو يبنى على ثلاثة مصطلحات أو ثلاثة ركائز أساسية يسموها CIA. يعني C confidently الموثوقية، و I integrity السلامة، وأي availability. هذه أمن كل شيء، يعني لازم يكون موثوق. أنت إذا تريد تجيب لك حارس شخصي لازم يكون integrity موثوق، لازم يكون confidently العفو موثوق، integrity لازم سلامة، مو هو يحميك وممكن أن يسبب لك يعني ممكن أن يسبب لك أصلا هو أذية. يعني هي فقط الحماية، مو أجي أنا أخليك ضمن يعني مكان ومقفل وما تقدر أنه أنت شنو وما تقدر أنت تتحرك من باب الحماية. لا، لازم يكون موثوق، ولازم يكون سليم، وتكون أنت تتحرك، يعني تتحرك بموثوقية وسلامة، نقدر نقول عليها CIA. هاي أركان أمن المعلومات. واضح؟ لذلك انه هنا يجي يقول لك في نفس الوقت يسمح للمعلومات والممتلكات ان تبقى منتجه وفي متناول مستخدميها. اذا هذه كمقدمه طلاب، انتم لازم تطلعون عليها تخص هذه الايش؟ هذه المصطلح او هذا المصطلح اللي متمثل بامن الحاسوب. زين، شنو الاختراق؟ دائما انتم تسمعون يعني بصوره مستمره انه هذه المؤسسه تعرضت الى اختراق. شنو الاختراق؟ شنو الهاكرز؟ شنو الشخص هذا الهاكرز؟ هنا يجي يعرف لي الاختراق، وضروري هذا التعريف، هي محاوله الدخول على جهاز او شبكه حاسوب آلي من قبل شخص غير مصرح له، غير مصرح له بالدخول الى الجهاز او الشبكه، وذلك ايش؟ بغرض شنو؟ الاطلاع او السرقه او التخريب او التعطيل. إذا هذا يعني تعريف مبسط للاختراق، محاولة الدخول للحاسوب أو الشبكة من قبل أشخاص غير مصرح لهم، يعني غير مخولين بذلك، بغير مصرح لهم بالدخول إلى هذا الجهاز أو الشبكة من أجل إيش؟ إما الاطلاع، يراقبوك، إما يسرقون بيانات مهمة جدا، ممكن أن هاي البيانات تخص مؤسسات أمنية، ممكن أن تخص مؤسسات يعني تعرض الأمن القومي بالنسبة للبلد تعرض إلى خطر، وكذلك ممكن أن يتسببون بتخريب، مثل ما بعض كثير من الدول يعني تربط هذه الكثير من السيرفيسز الخدمات مالتها بالمدن، مثل تربط الصرف الصحي، كذلك تربط الكهرباء مالتها، كلها تتم من خلال كنترول، من خلال الإنترنت يتم السيطرة عليها. ممكن هؤلاء الأشخاص أن يدخلون على هذه خلينا نقول الديفايسز اللي هي تكون مثابة كنترول لهذه الخدمات، وممكن أن يتسببون إما بفيضانات، أو ممكن أن يتسببون بقطع التيار الكهربائي، أو ممكن أن يتسببون بتخريب هذه الأنظمة وكذلك تعطيلها. إذن هذا هو المقصود من الاختراق. واضح؟ الهاكرز يعني كترجمة يعتبر متطفل، يعتبر شنو؟ متطفل. لما نيجي نترجمه ترجمة حرفية يسمى إيش؟ يترجم كمتطفل. واضح؟
اوكي، نرجع الى ايش؟ نرجع الى اخلاق العالم الالكتروني. انت لمن يعني تنضم ضمن هذا العالم اللي هو العالم الالكتروني اللي هو الفيرتشوال اللي هو غير حقيقي على ارض الواقع، تعرفون انه حاليا انه ممكن ان يكون عندك 5000 صديق على الفيسبوك، وهؤلاء الاشخاص اللي هم 5000 ممكن الحقيقيين منهم يعني اللي تحس بيهم يعني هم اصدقاء حقيقيين ما يتجاوزون يعني اصابع اليد. واضح؟ اذا هذه الحياه اللي هي الفيرتشوال لايف اللي احنا نعيشها هذه حياه مو حقيقيه بنسبه 100%، لا هي حياه يعني مختلفه عن الحياه اللي احنا نعيشها بالواقع. كذلك انه لذلك الاخلاق والثقافات اللي تكون موجوده ضمن هذه الحياه لابد ان تكون شنو؟ ان تكون يعني حتى نقدر نتعلمها او حتى تقدر انت تنقلها او حتى تقدر انت تكتسبها لابد ان تمر يعني من خلال فلاتر، تمر من خلال كريتيريا انت عندك او كونسيدريشنز. هذه هي الكريتيريا، المعايير يعني انت تحاول أن تخليها كرصد بينك وبين هذه الحياة في سبيل أنه ما تأثر عليك وما ممكن أن تضيعك، لأن هذه حياة إيش قد ما تتصورون هي حياة خيالية قريبة من حياة الأفلام، قريبة من الحياة اللي أنت ممكن أن تكتسبها، وهي حياة غير حقيقية يعني مقارنة بأرض الواقع. لذلك التعامل مع هذه الأجهزة وكذلك الكم الهائل من البيانات اللي ممكن أن تولدها أنت أو غيرك من المستخدمين، هذا مهم جدا بالنسبة لكثير من المؤسسات اللي معنية بالبيانات، وكذلك كثير من المؤسسات المعنية بالتسويق، وكذلك كثير من المؤسسات اللي تابعة لحكومات ممكن أن يهمها أو تهمها سياسة هذه المدينة أو سياسة هذا البلد من أجل يعني فرض يعني طريقة أو قانون للتعامل معه. واضح؟ إذن هذا العالم اللي احنا نعيشه اللي هو العالم الالكتروني يحتاج الى شنو؟ يحتاج الى ثقافات عاليه من قبل المستخدمين، يحتاج الى ان تكون عندك انت يعني نقدر نقول عليه شخصيه قويه من اجل الدخول الى هذا العالم، بحيث انه ما ممكن ان تتاثر بهذا العالم، ما ممكن انه تكتسب معرفه هي غير حقيقيه مقارنه بارض الواقع، كذلك انه انت تقدر تحمي خصوصياتك، هذه الخصوصيات ضرورية جدا طلاب، احنا تحدثنا عن البرايفسي كثيرا، كتبنا عن مقالات عن الخصوصيات وانتهاك الخصوصيات وما موجود عندنا احنا او ما يكتب على السوشيال ميديا على الفيسبوك من يعني كثير من المواضيع اللي ممكن ان تعتبر هذه ضمن خصوصيات كثير من الافراد، كذلك البيانات اللي تكتبوها على السوشيال ميديا دائما لازم تكون بيانات غير حقيقيه. الافضل دائما جماعه السكيورتي ينصحون المستخدمين ان يخلون بيانات هذه البيانات لا تعكس الحقيقه بالنسبه لك من اجل حمايه الخصوصيه مالتك، مو كل شيء يحدث بامر الواقع انت تشيره على هذا العالم الافتراضي، هذا ممكن أن يهدد حياتك في يوم ما، ممكن أن يعرض خصوصيتك للابتزاز، ممكن أن يعرض خصوصيتك إلى يعني إلى أن تكون متاحة لكثير من الناس. وتعرفون إتاحة الخصوصية لكثير من الناس مثل ما عندنا بالحياة الواقعية يسمون هذا الشخص يقولون عليه فري. شنو الشخص فري؟ يعني متاح. كذلك بالنسبة للخصوصية الصور اللي ممكن أن تأخذوها بالمولات بأي مكان، اللوكيشنز مالتك مو تجي تسوي له شير، وممكن هذا أن يعني يتيح الفرصة لكثير من السراق أن يعرفون أنه أنت خارج البيت، وممكن أن إيش وممكن أن يعني يتم السطو على بيتك، وكذلك الحال بالنسبة لي كثير من الأمور اللي ممكن أن تسبب لك إزعاج أو تعتبر من الخصوصيات الحساسة أو الماسة لحياتك مستقبلا. إذن أخلاق هذا العالم الإلكتروني، أصبح استخدام الحاسوب بعد أن أصبح استخدام الحاسوب ضروريا في مجالات الحياة بسبب ما يحدث من تطور كبير وسريع في تكنولوجيا المعلومات، إذ يلعب الحاسوب دور هام وفعال في مجالات مختلفة مثل التعليم والصناعة والتجارة والأمور العسكرية. أصبح الحاسوب جزء لا يتجزأ، تعرفون هذه الرادارات اللي تستخدم بالعساكر، هذه الرادارات هي مربوطة على سوبر كمبيوتر، حاسوب متقدم جدا. هذا الحاسوب تخيلوا أنه الإشارة يبعثها على البودي مال الطائرة وترجع الإشارة ويستلمها الرادار ويحللها ويحدد اللوكيشن مالتها، وممكن أن يصيبها الهدف ضمن أجزاء من الثانية. تخيلوا سرعة البروسيس اللي يقوم بها هذا الكمبيوتر أو السوبر كمبيوتر،
فهي ضمن حياته. كذلك الصناعية، تخيلوا أنه الحواسيب اللي جاي تدير هذه هي الروبوتات اللي جاي تصنع لكم حواسي سيارات، أو تصنع لكم أي من الأجهزة المنزلية، أو تصنع لكم أي مما يشاهد حاليا في الأسواق وبدقة عالية جدا. مجرد أنه تم خلينا نقول تحديد القياسات على هذه الحواسيب والإيعاز للآلات اللي مرتبطة على هذه الحواسيب، ويتم خلينا نقول الأمر سواء كان يخص أي، يعني خلينا نقول يخص أي جزء يريد أن يصنعه الإنسان باستخدام هذه الآلات. كذلك التعليم، تلاحظون أنه إحنا حاليا نستخدم الويبكس اللي هو تابع لسيسكو في عمليات شنو الكوميونيكيشن، وكذلك عمليات الليرنينج التعليم، وكذلك عمليات حتى التصحيح اللي نستخدمه من خلال الجوجل كلاس روم، وكذلك يعني كثير من الابليكيشنز. اتصور انه انتم ضمن جائحة كورونا صارت عندكم العلاقة مع الانترنت يعني عكس العلاقة اللي كنتوا تعرفوها قبل هذا الكوفيد اللي هو الكوفيد 19. هذا الكوفيد 19 هو يعتبر استراتيجي من الاستراتيجيات اللي تم يعني استغلالها من اجل الديجيتال ترانسفورميشن، من اجل التحول الرقمي اللي الذي يشهده او كان مترقب له في 2020 مع ظهور الجيل الجديد من الانترنت المتمثل بانترنت الاشياء الايوت. الايوت هذا هو الجيل الجديد والحديث من الانترنت. دول تحولت أو مدن عندنا تحولت إلى مدن ذكية مثل برشلونة، تحولت إلى مدينة سمارت سيتي، كذلك دبي هي ضمن الدول اللي ممكن أن يعني تشرق على إيش، تشرق على الديجيتال ترانسفورميشن وأن تتحول إلى سمارت سيتي في الأيام أو نقدر نقول عليها السنوات القادمة. إذن مما يتطلب، إذن هذا كل الدخول للحاسوب ضمن هذه المجالات المختلفة، شيء يتطلب منا تعلم استخدام الحاسوب من قبل المتخصصين وغير المختصين أو المتخصصين. إذن الحاسوب أصبح أداة بالنسبة لك أنت كطالب علوم حياة، لازم تستخدم هذا الحاسوب، لأن مستقبلا ممكن أن يكون الحاسوب هو أداة يعني ما ممكن أن تتجزأ مثل ما هو حاليا. نحن جاي نشاهد هذا من هذا التعليم الإلكتروني، عن ايش؟ عن اي من خلينا نقول المواد اللي ممكن انه انت تاخذها، وكذلك مستقبلا انه انت ما ممكن انه توصل هذه المعرفه يعني without شنو؟ without knowledge in the computer science او بعلوم الحاسوب. اذا انه انت لازم يكون عندك شنو؟ لازم يكون عندك معرفه بهذا الحاسوب حتى في سبيل باشر انه انت تقدر ايش؟ تقدر ان تسوق المعرفة اللي اكتسبتها من هذا القسم العلمي اللي انتم حاليا تنتموا له. اذا الحاسوب هو شنو؟ هو وسيلة لتسويقكم مستقبلا. مثل ما يعني قلت لكم اكثر من مرة انه انتم بضاعة، انتم كطلاب انتم بضاعة، مو بالمعنى اللي انتم تفهموها انه بضاعة اني كسلعة يتم بيعي وشرائي، لا، انت حاليا من معرفة اللي اكتسبتها، من معرفة اللي تم اكتسابها من المؤسسة اللي تنتمي لها كجامعة أو قسم أو كلية، أنت صارت عندك بضاعة. هذه البضاعة إذا ما قدرت أن تسوق نفسك ضمن مستقبلا، إذا ما قدرت أنت ما راح تنجح بالحياة وما راح تقدر أن تدخل الحياة التطبيقية. إذن أنه أنت أصبحت شنو؟ أصبحت بما تحتويه من معرفة أنت عبارة عن بضاعة يتم تسويقك ويتم عرضك على الشركات. إذا كنت أنت تلبي الريكوايرمنتس مالتهم ممكن أن تتعين، وإذا كنت أنت ما تلبي الريكوايرمنتس ممكن أن لا تتعين. إحنا يعني مع هذه الثورة اللي جاي يشهدها العالم، الديجيتال ترانسفورميشن، راح نلاحظ أنه كثير من الأقسام والكليات وكذلك الجامعات يتم إلغائها مستقبلا. واضح طلاب؟ إذن ضرورة معرفة القواعد التي يجب من خلالها التعامل مع الحاسوب والإنترنت، ولذلك أنه إحنا جاي نعلمكم الاستخدام الأمثل للحاسوب. والعالم الإلكتروني أخلاق تكاد تكون تشبه أخلاق العالم التقليدي، وهذه شرحت لكم إياها قبل قليل، فضلا عن بعض الآداب التي يتطلبها إيش هذا العالم الجديد. وينبغي الالتزام بمجموعة من الأخلاق والآداب العامة عند استخدام الإنترنت، من أهم هذه الأخلاق احترام الطرف الآخر، إنه أنت
لما تنتمي لهذا العالم لازم أنت تحترم المستخدم الآخر، لأن أنه أنت ممكن أن تتجاوز على أي شخص إذا ما كان عندك يعني أدب بالتعامل. ليش؟ لأن هذه حياة فيرتشوال وممكن أن تتجاوز بها عن خصوصية أي شخص دون أنه أن تكترث أي مساءلة قانونية، خصوصا وإحنا بعصر لم يتم فيه تقنين الإنترنت. كان 2020 كان هي على أساس بداية السنة اللي تم خلالها تقنين الشبكة العنكبوتية، هذه الشبكة العملاقة المفروض كان يقننوها، يعني أن تخضع القانون دستور، ويمكن من خلال هذا القانون أو الدستور أن تحاكم أو تحاسب أي شخص يتم إيش التعدي عليك من خلال هذه الشبكة، أو نشر معلومات تهدد خصوصيتك أو الابتزاز أو غيرها. لازم أن تكون شنو؟ لازم أن يكون هناك تقنين لهذه الشبكة العملاقة، لازم أن يكون هناك دستور يحمي الناس وضد هذه الهجمة اللي جاي نلاحظها احنا، وكذلك كثير من الانتهاكات. يعني المفروض يعني المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان أو المؤسسات المعنية بهذا الموضوع المفروض يكون لها شنو؟ أن تكون لها رؤية حقيقية، إذا لم تكن مسيسة، رؤية حقيقية حول هذه المشكلة اللي مشكلة تقنين الإنترنت ووضع قانون يحمي خصوصية الناس أو الأفراد أو المستخدمين. إذن الالتزام بعدم الإضرار بالآخرين، لازم أنه أنت تلتزم أن غير مضر بالآخرين، حتى في سبيل أنه أنت شنو أن تكون يعني غير مؤذي للآخرين. هذه ضرورية جدا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للتعامل مع هذه الشبكة العملاقة. واضح؟ الإيجاز في طرح الأفكار ومجاورة أو محاورة العفو الآخرين لازم تكون موجز طبعا، يعني هذه علامة أنه إحنا لازم نقلل من ساعات المحاضرة. الالتزام بالقانون، القانون في الحياة التقليدية، احترام الخصوصية الشخصية للآخرين، هذه ضرورية جدا طلاب بالنسبة لي إيش؟ بالنسبة لي الحاسوب، أو بالنسبة لأمن المعلومات، أو بالنسبة للمستخدمين. الموضوع الثالث اللي نقدر نقول ضمن هذا الفصل هو أشكال التجاوز في العالم الرقمي. يعني نقدر نقول عليها أكو عالم رقمي ويحتوي على شنو التجاوزات، شنو اللي ممكن أن يحدث ضمن هذا العالم الرقمي، شنو اللي ممكن أن نتصور من مشاكل أو جرائم ممكن أن تحدث ضمن هذا العالم. كيف أنه إحنا نقدر خلينا نقول نحمي إيش؟ نحمي هذا العالم. واضح؟ إذن مثل ما تلاحظون تشمل عدد من المخالفات القانونية في عالم الإنترنت والحاسوب التي تصدر من بعض المستخدمين لغرض الوصول إلى أهداف تخالف القانون. إذن شنو التجاوزات؟ مثل شنو هذه التجاوزات؟ تخالف قانون والخلق العام، والتجاوزات على خصوصية الآخرين. إذن تشمل على شنو؟ جرائم الملكية الفكرية. شنو الملكية الفكرية؟ يعني أنه أنا أنشر بحث أو أألف كتاب، وشخص يجي يأخذ هذا الكتاب ويقول أنا ألفته. واضح؟ هذه الملكية الفكرية، هذه جرائم تعتبر حاسب عليها القانون. واضح طلاب؟ هذه حاسب عليها منو؟ يحاسب عليها القانون. واضح؟ واضح طلاب؟ إذن طلاب مثل ما تلاحظون جرائم الملكية الفكرية تشمل نسخ البرامج، أوكي، مو فقط المؤلفات، نسخ البرامج بطريقة غير قانونية. تعرفون هذه البرامج اللي تشتروها من الأسواق، حتى الويندوز، هذه كلها خطأ، يعني ممكن أن يحاسب عليها القانون، سرقة تعتبر إذا لم تكن شنو بطريقة حقيقية غير قانونية. سرقة البرامج سوفت وير يسموها بيرسي، يسموها التطبيقية، سواء كانت تجارية أو علمية أو عسكرية، تمثل هذه البرامجيات جهود تراكمية من البحث. واضح؟ الاحتيال، فراو، احتيال التسوق أو التسويق، سرقة الهوية، الاحتيال على البنوك، والاحتيال على طرق الاتصالات. ممكن شخص يحتال، ممكن أن يجيك يقول لك أنا يعني
يعطيك هوية شخص مزيفة مو حقيقية ويتعامل وياك. هذا شيء يسموه، هذا يسموه احتيال. واضح؟ هذا يسموه احتيال. سرقة الأرصدة، هذه دائما انه يعني اكاونت انفورميشن ثيفت، هذه دائما مشهورة كيف ان تسرق الأرصدة، سرقة المال من خلال التحويل الإلكتروني من البنوك او الأسهم. هذه كذلك هي تندرج تحت شنو؟ تندرج تحت هذه التجاوزات. سرقة البيانات الخاصة والتشهير بالآخرين وابتزازهم. بعض الأشخاص يعني يحاول أن يسرق بيانات، صور، فيديوهات عائلية ممكن أن يبتز بها الآخرين. إذا لخصوها: جرائم الملكية الفكرية، الاحتيال، سرقة البيانات الخاصة. هذه 3 نقاط أساسية مهمة جدا وضرورية لازم تعرفوها وكذلك تحفظوها طلاب. أمن الحاسوب، شنو هو أمن الحاسوب؟ الكمبيوتر سيكيورتي. أمن الحاسوب ضروري جدا هذا الموضوع، إذ يعد ليش؟ لأن أمن الحاسوب جزء من أمن المنظومة المعلوماتية التي هي بدورها شنو؟ جزء من الأمن، أمن العالم أو الأمن العام، السايبر سيكيورتي، الأمن السايبراني يسموه. حاليا طلاب، هذا العالم السايبراني، الأمن السايبراني، أتصور أنتم سمعانين بالسايبر سيكيورتي، هذا الأمن للعالم الرقمي. أمن المعلومات ممكن أن يتضمن المعلومات اللي أونلاين والأوفلاين، يعني المعلومات اللي موجودة عندي بالأوفيس بالمكتب، هذا تندرج تحت أمن المعلومات. لكن السايبر سيكيورتي هو معني فقط بالمعلومات الرقمية، حماية المعلومات الرقمية، الأمن السايبراني. تسمعون دائما بالأخبار، تسمعون بالمؤسسات يطرح عليكم هذا المصطلح ضمن الفيسبوك أو السوشيال ميديا. السايبر سيكيورتي هو الأمن السبراني أو الأمن السايبراني، هذا معني بحماية العالم الرقمي، البيانات الرقمية فقط. أما أمن المعلومات فهو معني بالأمن اللي هي البيانات الأوفلاين والبيانات الأونلاين، يعني الرقمية وغير الرقمية، يكون أوسع الأمن المعلومات. الهدف من أمن الحاسوب يتضمن حماية المعلومات أكيد، الممتلكات من السرقة والفساد، وكذلك الكوارث الطبيعية. بعبارة أخرى هي عملية منع اكتشاف استعمال الحاسوب لأي شخص غير مصرح به أو غير مسموح له، يسمى هاكرز أو التاكر أو يسمى ترودر. التاكر أو ترودر أو هاكرز هي أجزاء أو إجراءات تساعد على منع المستخدمين الغير مصرح لهم. أكو أشخاص غير مصرح لهم أن يستخدمون هذا الحاسوب. ليش غير مصرح لهم؟ لأجل خصوصية أو لأجل يعني سياسة تتبعها هذه المؤسسة. فالشخص اللي غير مصرح له أن يتعامل مع هذا الحاسوب ويريد أن يتعامل مع هذا الحاسوب أو يحاول الدخول إلى هذا الحاسوب، أكيد ما راح تكون هذه الأغراض حميدة. واضح؟ إذن غير المسموح لهم بالدخول للحاسوب واستعمال ملفات. إن الكشف عن هذه العمليات تساعد في تحديد الشخص الذي حاول اقتحام النظام ونجح في ذلك وعن تصرفاته في الحاسوب. ففي يومنا هذا أصبحت المعلومات الشخصية أكثر عرضة للسرقة، المعلومات الشخصية، من دون أخذ الاحتياطات وتأمين الحماية للحاسوب وكذلك في المنزل وأماكن العمل. إذن إنه إحنا لازم نأخذ بنظر الاعتبار أمن الحاسوب. ليش؟ لأن هذا الحاسوب يحتوي على بيانات، وهذه البيانات ممكن أن تتسبب بتراجع أو كذلك أذية للشخص أو للمؤسسة اللي ممكن أن ينتمي لها هذا الحاسوب من قبل أشخاص غير مصرح بهم، يسمون بالأتاكر أو انترودر أو الهاكرز. واضح طلاب؟ وصلنا إلى خصوصيات الحاسوب، هذا الموضوع اللي خصوصيات الحاسوب، راح نتوقف عند خصوصيات الحاسوب ونكمل إن شاء الله بالمحاضرة القادمة عن خصوصيات الحاسوب أو خصوصية الحاسوب، الكمبيوتر برايفسي. واضح طلاب؟ هذا المصطلح مهم جدا بالنسبة لكم أنتم كأشخاص وكذلك بالنسبة لهذا الجهاز المتمثل بإيش؟ بالحاسوب. واضح طلاب؟